داري على كريت داري ثم جارنا كانوا يسكنوا عنده مجموعه ارهابيه ثم كي فاقتهم الحال تبادلوا طلعت النار بالدار اللي بجنبي المره الاولى وكي جاهم الجيش والتعزيزات تاع الجيش والحرس هربوا من الدار اللي بجنبي جوا في دارينا تضرت داري تحت شرتنا ولدي وخويا وبابا ما عادش عنا وين نسكنوا الولايه لا استجابه المسؤولين متاع الدوله الكل لا استجابه. لحد الان تو داخلين في العام الثالث وداري هاك تشوف فيها كيفاش ولت حتى الكلوشرات الكل تتلم فيها حتى الجيران تقلق مش معناها واللي اغرب من هذا اني انا ولدي قاعدين نضيع ولدي عمره 9 سنين قاعد يضيع بني جديد